دموع ظرفت في إحياء ذكرى اغتيال الرئيس روني معوض الذي غادر مبكرا حاملا معه أحلاما ووعودا كثيرة، ودموع أخرى على شهداء سقطوا على درب الحرية والسيادة والاستقلال، فحضروا بأصواتهم وصورهم وأناشيدهم في احتفال حركة الاستقلال الذي تحول مناسبة لتجديد الوعد ببلد حر آمن لجميع أبنائه. رئيس حركة الاستقلال ميشيل معوض حذر في المناسبة من مخططين يستهدفان لبنان وطنا وشعبا. لبنان عم يتعرض لهجمتين، هجمة من قبل النظام السوري بهدف الفتنة، لأنه بيعتبر هذا النظام أنه كل ما وسع دائرة الفتنة من حواليه كل ما بيقدر يحمي نظامه. ولبنان كمان عم يتعرض لهجمة أكبر وأخطر، لبنان عم يتعرض لهجمة من إيران ولاية الفقيه، هل معتبرة أنه بدها تعوض خسارتها بسوريا وخسارتها بفلسطين بوضع اليد على لبنان، بدها تحويل كل لبنان إلى ضاحية إيرانية شو ما كانت الوسائل شو ما كان الثمن. 23 عاماً على استشهاد روني معوض، وبات بالإمكان القول أن الكثير قد تغير كما قال الحاضرون الذين تواعدوا على أمل اللقاء في العام المقبل، وقد تغير كل شيء.